الإرهاب بتجلياته المعروفة، سيما لدى من يتعاملون معه ويتعاونون في مواجهته، قد لا يكون سوى أقصى أشكال التعبير عن التطرف السياسي منه على وجه الخصوص. هكذا ينظر إليه في روسيا، وهو ما تذهب إليه تشريعاتها، انطلاقاً من أن التطرف السياسي نشاط لا يتوانى عن إعمال العنف لتحقيق أهداف ومرامي سياسية، إذ تندرج في هذه الخانة أيضاً الدعوة لتنظيم الانقلابات والتحضير لها. إن محاولات تغيير النظام الدستوري القائم بالعنف بما في ذلك دعوة المواطنين شكل من أشكال التطرف وفق التشريعات الروسية، وفي حال وجود ما يشير إلى ذلك في نشاط إحدى المنظمات تسري عليها المعايير المطبقة محليا في هذه الحالة. تضم اللائحة الروسية عشرات التنظيمات الأجنبية والمحلية التي اتخذت التطرف شكلا أساسيا من أشكال نشاطها، من بينها تنظيم الدولة والقاعدة وحزب التحرير وهيئة تحرير الشام وغيرها من التنظيمات التي تروج لنفسها على أساس عرقي أو قومي، وقد بنى القضاء حكمه على كل منها على معايير تشريعية ثابتة، فيما تعددت طرائقه للوصول إلى حقيقة ما أثبته وثبته من المعلن إلى غير ذلك. أغلب التشكيلات المتطرفة التي تقترب في نشاطها من الإرهاب لا يجري الكشف عنها بشكل مفصل كثيراً لدواع أمنية ودبلوماسية. عدد أكبر بكثير من التنظيمات الموضوعة على لائحة التطرف الحالية يستحق أن يكون مدرجاً ضمن القائمة. ارتكاز دول العالم إلى منظومة أسس متشابهة في تقييم النزاعات ومخاطرها لا يمنع التباين الذي قد يعتري هذا التقييم بين بلد وآخر وفق خبراء. رغم الجدل الذي قد يصاحب تعريف التطرف والإرهاب، ترى روسيا فيما تضعه من لوائح أحد أشكال تعزيز الاستقرار وكبح تمدد ما باتت تصنفه بالتطرف السياسي الراديكالية. أريج محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.